مساء الخير مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من شارع النيل سابقا حي سباتة. في اللحظات أجواء باردة جدا، يعني شبيهة بالليالي. في اللحظات يعني كاين الكس وشوارع فارغة كما كتلاحظوا. حمام الفن الشهير، يعني اشهر الحمامات اللي كاينين في كازا. شوارع سباتة فارغة في هاد اللحظات، يعني شيء ما فارغ، يعني ماشي بحال الايام العادية كتكون، خصوصا يوم احد كتكون النهار كامل كيكون خاوي، زعما الناس كيكونوا خدامين اثنين، يعني كلشي كيدخل للعرس بكري، كلشي كيدخل للدار بكري. بالضبط في لحظات حي افريقيا. تقربنا من الرحبة ديال افريقيا، الرحبة الشهيرة اللي كانت كتعمر في الغنم قبل شهر، قبل عيد الاضحى. شوف تي في الى هنا ينتهي هذا المشهد.